التقطت العاصمة أنفاسها الثلاثاء بعد 3 أيام من التوتر الذي بدأ في بيروت وتنقل بين المناطق من الجنوب إلى الشمال. اليوم استعاد اللبنانيون حياتهم، الأولاد عادوا إلى مدارسهم، المؤسسات والمحال التجارية فتحت أبوابها، وتنقلت السيارات في طرقات ما زالت تحمل آثار الإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات التي كانت قد أقفلتها. الحمد لله الوضع كتير جيد وكتير كويس بفضل دخول الجيش على المنطقة. نحن شعرنا كتير بالأمان، وهلأ يوم جديد وإن شاء الله ما بيتكرر هذا الأيام اللي راحت، كانت صعبة شوي على كل العالم. بدت زحمة السير في بيروت اليوم دليل عافية، وبدا المشهد شبه طبيعي، وكبه الانتشار المكثف والمستمر للجيش اللبناني، لكن الهدوء خرقته طلقات نارية تزامنت وتشيع الشاب أحمد محمد القويدر فلسطيني الجنسية. التشيع انطلق من طريق الجديدة باتجاه مقبرة الشهداء في قصقص مروراً بجامع الخاشقجي، حيث كان للشيخ أحمد الأسير حصته من التصريحات. الحدث الذي صاحبه إطلاق نار مكثف استوجب استنفار الجيش، خصوصاً مع تمركز المسلحين على سطوح الأبنية الذين رافقوا الموكب بطلقات نارية وصلت إلى الشياح وتحديداً إلى حافلة الركاب هذه. فأقفل الجيش الطرقات المؤدية إلى قصقص وحول حركة السير حتى الفراغ من التشييع ليعود الهدوء وتستعيد العاصمة حياتها الطبيعية.